صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 44 لسنة 2017 بتعيين وكيل وزارة ووكلاء مساعدين في وزارة التربية والتعليم جاء فيه المادة الأولى يعين الدكتور فوزي عبد الرحمن الجودر وكيلا للوزارة لشؤون التعليم والمناهج في وزارة التربية والتعليم. المادة الثانية يعين في وزارة التربية والتعليم كل من الدكتورة شيخة يوسف الجيب وكيلا مساعدا للخدمات التربوية والانشطة الطلابية. الدكتورة كوثر راشد عبد الله المعودة وكيلا مساعدا للموارد البشرية. السيد جعفر علي الشيخ حسن الستري وكيلا مساعدا للتعليم الخاص والمستمر. المهندس خالد محمد غريب الغريب وكيلا مساعدا للموارد المالية والخدمات.